الليل وقت كنت نايمة فجأة سمعت أصوات بالصالون. أصلاً أنا فقت على هالأصوات. أول شي فكرت إنه صوت الهواء. جيت على الصالون وتفاجأت إنه في رجال واقف وحاطط قناع على وشه. ولما شفته خفت وصرت صريخ. ما كان في مجال أهرب منه. وقت شافني قرب مني بسرعة. وضربني. سكر لي تمي بقوة من شان ما صرخ. حاولت أضربه ودافع عن حالي بس قوتي ما ساعدتني. وبعدها قرب شغلة من أنفي وخلاني شمه وما بعرف شو بتكون. ما بتذكر بعد قديش ضليت غايبة عن الوعي. بسيطة، القصة خلصت. ما تخافي، أنا هون معك وإنتي رح تكوني بخير. ماشي، رح أوصل لهالكلاب وحاسبهم على الشي اللي عملوه. إنتي لا تقلقي ولا تخافي أبدا. عم تفهمي علي؟ رح موت من الخوف جيم. لما صحيت ما شفت حالي غير عم أحكي معك. شب الباب بالمفك شوي بس ما تترك بصمات. أمرك يا بروخان. بدي تضربني ضربة قوية. عفوا شو قلتي؟ بدي تضربني على وشي ضربة قوية. يلا بهالمكان. إيه بروخان، يعني عفوا كيف بدي أضربك؟ بسرعة اضربني بقوة وبكفي أسئلة. إذا كانت ضعيفة رح أقتلها. لهيك شد إيدك منيح. يلا حلو كتير. نقلع هلا وخذوا غراض أبي معكم وأنتوا رايحين. يجي وقتك. رح تدوق نفس الوجع. أنا رح حاصرك من كل جهة يا نامق أمير خان. رح تبوس إيدي مشان أتركك. بس أنا رح أنتقم على مهلي. بابا ترك لي أكبر ميراثه هو الصبر. الصبر هو أقوى سلاح بالدنيا. جيم لوين رايح وتاركني؟ لا تتركني، أنا خايفة ما فيني ضل وحدي. ما تخافي. شبكي إبرو، أنا لازم أحكي مع الشرطة لتجي لهون. رح خليهم يفتشوا كل شي هون ويدوروا، بلكي منوصل لبصمات أو بلكي منعرف هالناس شو كان بدهم منك. انت خليكي قويه وما تخافي، اتفقنا؟ يلا قومي هلا غسلي وشك وصحصحي كمان. شوفي لي اذا سرقوا شي غرض من اغراض البيت، بلكي بنوصلهم من وراه. طيب